اما بالنسبه لشريط الادوات ادفانسد اديتنج، انه مثلا نرسم هذا الفيتشر، نقدر نعمل له كوبي بطريقه اخرى، نقدر نعمل له كوبي بحجم معين، مثلا بدنا هذا نعمل له كوبي ورسم بهذا الحجم على طبقه البيلدينج، او نقدر ننسخه بهذا الحجم، نختار الحجم المناسب. اما بالنسبه للادوات الثلاثة أو الأربعة هذول الخاصات في اللاين، نرسم خط مثلا عندنا الزاوية من هون لهون، نقدر نعملها زاوية، نقدر نختار قيمة الراديوس فلتكن 20 بهاي الطريقة، مثلا الزاوية اللي هون اختار هذا الضلع وهذا الضلع، رايت كليك نختار قيمة الراديوس بهاي الطريقة. اما بالنسبة للاكستنت والتريم، مقصود فيهم القطع والتوصيل للخطوط، مثلا عند شارع بهذه الطريقة، شارع هيك بدنا نوصل هذا الشارع على بزاوية عمودية أو بزاوية مستقيمة على هذا الشارع، نعمل سلكت للشوارع التنين على هاي الأداة، نختار هيك تمام عمل الإكستنت. أما الأداة التريب اللي هي القطع المقصود فيها، نفرض إنه هذا الشارع جاي بهيك الطريقة وبدنا نعمل له قطع أو تريم، نعملهم سيلكت للشارعين وبعديها تريم بهي الطريقة. أما الأداة الرابعة اللي هي الخاصة بالتقاطع، إحنا عندنا شوارع متقاطعة، أكثر من شوارع متقاطعة مع بعض، نعملهم سيلكت، نختار هاي الأداة، نحكي له مثلا هذا الخط يتم قطعه، وهذا الخط أيضا، وهذا الخط، تظهر عنا الشوارع اللي تم اقتطاعها بهذا الشكل. أنا نعمله كمان مرة، يكسر عنا أكثر من شارع. أما أداة الإكسبلود مقصود فيها يعني التفجير، مثلا عنا إحنا هون قطعة بفصلها شارع، مثلا هذول القطعتين مفيش حدود مشتركة بيناتهم، نعملهم ميرج دور الثلاث، عملتهم ميرج، لما اعمل سيلكت على مربع صغير بعمل سيلكت للجميع، ليش؟ لانه عملت لهم ميرج. عكس الميرج اللي هو التفجير، بين الاداء بنفجرهم بصير كل قطعة فيش بيناتهم نقاط مشتركة، بصير فيتشر لحال. عنا هاي الاداة خاصة في رسم الشوارع أو اللاين، طبق من نوع خط، يعني مثلا نبدأ نرسم خط من هذا الستار بوينت هون والإند بوينت المنطقة هون، هي رسم لنا شارع أو خط، بعدها بنعمل له إجريت. شارع آخر مثلا نبدأ start point من هاي المنطقة والend point هاي المنطقة مثلا، وهكذا. تمام. أما الأداة اللي بعدها مثلا في عنا شارع من نوع بوليجون ماشي بهاي الطريقة،
تمام. عندنا قطعة بهاي الطريقة، نقرب الحدود على بعض، نقرب حدود القطعة على الشارع. نعمل أول إشي على هاي الأداة، بعديها نختار السلكت عليهم ونختار المسافة اللي بدنا نقربها. مثلا عندنا أدوات القياس، مثلا أقرب مسافة 9 متر، 16 متر، إذا نقربها 9 متر راح يكون عندنا بهذا الشكل. بهذا الشكل إنه بيظهر عندنا مشاكل، فالأفضل نعطيه مسافة أكبر من اللي قسناها. نعمل تراجع 20 متر، نعمل سلك طبعا اللي بدنا نقدمه. هاي الطريقة، هاي الأداة بتشتغل. تمام. عندنا الأداة اللي بعدها اللي هي الريبليس. مثلا هنا في عندنا قطعة مرسولة بهذا الشكل، بس بدها غلطنا نعيد رسمها، بنعمل عليها سيليكت أو تحديد، بعدها على ريبليس ونرد نرسمها بالشكل الأصح. بعيد هذا شكل الرسمة وبحفظ الداتا وبحفظ الاتربيوت الموجود فيها. اما الاداة الكونستراكت بوليجون، مثلا احنا عندنا خط شارع بهذه الطريقة، او مثلا ملف لاين من الاوتوكاد، نقدر احنا نعمل له سيليكت، بعدين نعمل كونستراكت بوليجونز، نختار انه الطبقة الجديدة على اني طبقة راح تظهر على البارسلز. اوكي، هاي ظهرت عندنا طبقة القطع. بنجي نعمل سيليكت، عندنا تو سيليكتد للفيتشرز، واحدة للخط اللي رسمناه وللقطعة اللي عملنا لها كونستراكت بوليجون. عملنا سيليكت للقطعة وهي للخط. يعني أكثر استخدامات الكونستراكت ممكن نستفيد لما نحول من بوليجون أو لاين أوتوكاد للجي أي إس. أما أداة السبليت بوليجونز، مثلا إحنا عندنا هون قطعة وعندنا هون فيتشر معين، عندنا فيتشر، في عندنا هون أوفرلاب بين هذول الفيتشرين. هلا إحنا ممكن نعمل سيليكت للفيتشر الموجود عندنا هون ونقص جزء من الفيتشر، أو نقص الجزء المتداخل من هذه الظاهرة أو الفيتشر. نعمل أول شيء سيليكت، نعمل على السبليت بوليجونز إلى أوكي. هاي ظلت زي ما هي سيليكت. أما هذا الفيتشر قطع منه جزء المتداخل. أما هاي الأداة المقصود فيها تخطيط الخطوط، مثلا في عنا خط بهذا الشكل قاطع مع خط آخر بهذا الشكل، نقدر نعملهم سيليكت ونحط قيمة التوليرانس مثلا 20 متر. بهاي الطريقة. أما آخر أداتين عندنا في نهاية الدرس الثاني عشر، عندنا أداة التنعيم وأداة التعميم. مثلا إحنا عندنا شارع في شوية زوايا، نقدر نعملهم تنعيم لهذول الزوايا، مثلا مقدار 0.5 متر. هيك كان هيك صار. أما الأداة مثلا عندنا شارع آخر أو خط آخر، يعني مثلا في زوايا معينة،
مثلا عملنا تعميم نص متر، لو قربنا عليه وعملنا شفنا نقاط الفيرتكس هيك صار وهيك كان من هذول الأدتين. نهاية الدرس الثاني عشر، بتمنى منكم انكم استفدتوا من دروس اليوم، وشكرا على المشاهدة. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد اي شخص حاب يتعلم على الار جي اس. رابط القناة على الفيسبوك اسفل المقطع تجدوه، وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم.